تسير هذه الأسماء وتندلع هذه الشعارات لتشعل النار داخل المنافسة، المنافسة الشرسة، المنافسة الشريفة، المنافسة من أجل الحصول على الناموس، الناموس والسيارات المنتظرة. أتابع مشاهدين الكرام مقدمة الشوط، مقدمة الشوط في شوطنا الخامس الخاص بالقعدان. أتابع المركز الأول يحمل الرقم 56 يا الحبسي، 56. الأعداد تتزايد، الأعداد تتزايد والسرعة تزيد، والمركز الأول مرضي للسيد سالم بن سعيد بن منان السويدي مع المركز الأول، يقدم مرضي راضي حتى هذه اللحظة. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني، شاهين ملك سلطان بن سعيد الكتبي مع المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام يتواجد مع المركز الثالث هنالك من الجانب الأيمن، واختلطت الأمور، اكتظت المنافسة، اكتظت هذه المنافسة. المركز الثالث وصل مبدع مشاهدينا الكرام ملك سالم بن سهيل بن سالم العامري يحتل المركز الثالث. المركز الرابع مزعل، 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 وشوفوا له الدرب، لا تزعلوا، لا تزعلوا، مزعل، ولا نزعل شعاره، محمد بن ناصر بالعوض المنهالي مع المركز الاول احتل هذا المركز. مالك مزعل هملول مع المركز الثاني، سالم بن سلطان يا بن غالب، يا بن غالب. بينما المركز الثالث اللي احتل الان المركز الثاني مشاهدينا الكرام ملبي سعيد بن حمد بن كلفوت المزروعي، والله كلفكم بن كلفوت في هذه المهمة، المهمة الصعبة. المركز الرابع مشاهدينا الكرام شاهين محمد بن جاسم الرقراق المزروعي. اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى مزعل وملبي، مزعل وملبي، ولبيت النداء يلي دعيتني في هذا الشوط، ولكن مزعل، مزعل مشاهدينا الكرام، والله ناوي يزعلهم، ناوي يزعلهم، نبي يزعلهم مشاهدينا الكرام، ولا يبي يزعل بالعوضي الا زعل بالعوضي يا مزعل. الله، ممثل الوسمه الدايم، ممثل الوسمه دائما في كل محفل، في كل مهرجان، في كل وقت وزمان، محمد بن ناصر بالعوض المنهالي مع مزعل. المركز الثاني ملبي سعيد بن حمد بن كلفوت المزروعي. المركز الثالث، المركز الثالث سلام صقر بن حمد الوهيبي. رابعا العقيد محمد بن كحيل المهيري قادم مشاهدينا الكرام مع العقيد. المركز الخامس، المركز الخامس يتواجد مرموق ساري بن محمد بن ساري بن فلوش، ولكن اعود الى مزعل وملبي، ملبي ومزعل، ملبي ومزعل، ولكن لبى للنداء، لبى ملبي، لبى ملبي واستجاب للنداء، ملبي ملبي. سعيد بن حمد بن كلفوت المزروعي ينطلق، ينطلق بشعاره الازرق والابيض، ملبي مع المركز الاول، والسيارة تنتظر، السيارة تنادي، وملبي يستجيب للنداء. المركز الثالث، المركز الثالث سراب صقر بن حمد الوهيبي. تعبتنا يا الوهيبي في الامتار الاخيرة، في الامتار الاخيرة. الله يا ملبي وسراب، ملبي وسراب، ولكن ملبي تهانينا لمالك ملبي سعيد بن حمد بن كلفوت المزروعي. المركز الثاني سراب ملك صقر بن حمد الويبي، ثالثا مزعل ملك محمد بن ناصر بالعوض المنهالي، رابعا وصل من يحمل رقم 66 مرموق ملك ساري بن محمد بن ساري بن بلوش. المركز الخامس احتل في مشاهدينا الكرام شاهين ملك عتيق بن محمد بن زيتون. 4:34:9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك ملبي على هذا الفوز الجميل، سعيد بن حمد بن كلفوت المزروعي، والحصول على السيارة. ثانيا 4:35 جزء من الثانية توقيت سراب. تهانينا لصقر بن حمد الوهيبي. المركز الثالث مزعل ملك محمد بن ناصر بالعوض المنهالي، أقدم له الثانية. 4:35:3 أجزاء
من الثانية هي التوقيت الزمنية لثلاث المراكز الأولى في شوطنا الخامس. مشاهدينا الكرام، الثلاث كيلومترات تتكلم وتتحدث عن سن الحقائق والسرعة التي تواجهها أرضية هذا الميدان. متابعينا الكرام في كل مكان، أقدم تهانية لكل الفائزين ونزف التهاني عبر قناتنا أبوظبي الرياضية للمتابعين عبر هذه القناة الدائمة المميزة التي دائما وأبدا ما تجعل المشاهد في قلب الحدث.